يعني بدل ما انت واقفة كده في الشارع، فممكن لو حتى يعني نشرب كافيه، اللي هو اللي اسمها قهوة دي، قولي معايا اللي هي اسمها قهوة، ممكن في قهوة الفيشاوي، ممكن نشرب في قهوة الفيشاوي ممكن؟ لأ. طب انت، طب اه ما بترديش ليه؟ طب ممكن نشرب شاي، انا عامة معيش غير 10 جنيه في جيبي، فممكن الشاي يوصل ل5 جنيه مثلا، هنجيبه رز وباكو مناديل اللي هي 6 جنيه. طب اي حاجة، طب ممكن، طب مش، لا لا انظر ان غالي، اه اللي هو انظر ان ده غالي. طب ايه، طب اللي كانت داخلة على الفضيحة، فكان اللي أنا بكلم واحدة، أنا أصلا قاعد في البلكونة المتقاطعة بتاعتي اللي بصور فيها الفيديوهات، ومعايا القطة الجميلة العظيمة دي، فبس وهي ما رضيتش تيجي معايا أقوم زرنا عشان غالي. أنا قلت لها في قهوة الفيشاوي، قالت لي لأ. بص بقى كده في نهاية الفيديو يا محترم، اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعل النوتيفيكيشن اللي هو مش عارف يعني ايه، اللي هو زر التنبيه. كده كده احنا بنعمل فيديوهات كل يوم او في الاسبوع 5 مرات، 5 فيديوهات يا جدع ولا حاجه. شوف الاجتهاد اللي احنا بنعمله. بس كده كان معاكم اي بي فيديو. معلش اخويا ما عرفش بقى يطلع معايا في الفيديو النهارده عشان كان تعبان وعنده برد شديد جدا. يلا سلام.